السلام عليكم. رمضان كريم لكل جزائري من الأمة الإسلامية. أنا السيدة ملوك نجمة، رئيسة جمعية بسمة شفاء بولاية عين تيموشنت. اليوم إن شاء الله إحنا الجمعية تاعنا الهدف الأساسي تاعها نساعد المرضى المحتاجين من ناحية الفحص، من ناحية الأدوية، التحاليل الطبية، وهذا يكون عن طريق أطباء ما شاء الله هم معانا يعاونونا في هذا المهام التكفل بكل ما يخص المريض. شكرا. بطاقة الشفاء احنا سهلوا له. وعندك الأدوية؟ عندك الأدوية؟ عندنا أدوية، كاين اللي راهم هنا، كاين اللي راهم في الصيادلة خواص برا. وحنايا الجمعية تاعنا تعاون خاصة المرضى اللي ما عندهمش بطاقة الشفاء، ويكونوا مرضى أمراض مزمنة. حنا ناخذوا منهم ملف طبي يتكون من صورتين، شهادة طبية مع المختص، شهادة الميلاد، شهادة عائلية، وبطاقة إقامة. ندرسوا الملف تاع المريض وبإذن الله نوصلوا له بطاقة كيما هذا البطاقة تاع وريني تفضلي. وهذه البطاقة يكون فيها الاسم واللقب نوع المرض تاع المريض. هذه البطاقة يقدمها المريض قبل ما يمشي، يبغى يمشي لأخذ الفحص ولا التحاليل الطبية، يبعث هذيك البطاقة يمشي يقدمها عادي. والجمعية تاعكم سيداتي يعني تتكفل كاع ب 28 بلدية، أي اللي يجي مرحبا به. هي جمعية ولائية، مرحبا بأي مريض، خاصة أي حاجة رانا هنا، بارك الله فيك. بس بتشفى. بارك الله فيك مدام. وفيك بركة سيدي، وال إن شاء الله يا ربي نقدروا هذوك الناس الأمراض المزمنة بإذن الله، نسهلوا لهم هذه الأمور باش تكون عندهم بطاقة شفاء. بارك الله فيك سيدي. وفيك بركة سيدي. جو معاوي وعضو في جمعية بسمة شفاء. تفضل الحاج سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. نشط جمعوي في بسمة شفاء. مرحبا. احنا درنا احنا ليلة وان شاء الله تكون في الميزان حسنة. وهذو هما القفة اللي غتقسموهم؟ هذو هما ان شاء الله بإذن الله. ورينا تشوف خويا. فيها الزيت، فيها القهوة، فيها السكر، فيها سميد، فيها الفرينة ان شاء الله. فيها سميد فرينة، فيها بعض اللوبيا. قف الله يبارك، الله يبارك قف، الله يبارك. طوماطيس، الله يبارك. الدهان، الزيت، الحراير، الحراير الله يبارك. قال الحاجه اللي قدمنا نجيبوها جبناها باذن الله. نشكر المحسنين اللي عاونونا. الجمعية كذلك كان عندها نشاط مقبل عند الدخول المدرسي، كنا قدمنا محافظ تأمين الأدوات المدرسية، ودائما كانت بالنسبة للمرضى المحتاجين وكذلك اليتامى، أطفال اليتامى. والحمد لله يا ربي فرحناهم كاع اللي قصد بجمعية بسمة شفاء قصدناه. وهذه المبادرة كانت حنا مشينا لهم المنازل، قدمنا لهم هذه الأدوات المدرسية. وتخدموا حتى قفة رمضان؟ نعم، نعمل نخدموا بإذن الله حتى قفة رمضان، عرفنا في الشهر المبارك الشهر الكريم، عندنا مواد غذائية مختبرة الحمد لله، نشكر المحسنين اللي عاونونا بهذه المبادرة، ونتمنوا إن شاء الله يفرحوا، الناس يفرحوا ولو بالقليل إن شاء الله بإذن الله. شكرا شكرا. جمعية حتى الأدوية اللي يكون عندها الدواء وما يحتاجهش يقدر يجيبه للجمعية ويكون الدواء جديد. الجمعية هذه تتكفل كاع بالأمراض المادية، وفي نفس الوقت عندها علاقات مع الكلينيك. المرضى المحتاجين راهي هنا عندنا، احنا ما نقدوش
يقدموا اي حاجه بدون ملف تكليف. ملف ملف سواء كانت ادويه او تحاليل او فحوصات. شكرا. فما يكونش الملف الطبي احنا ما قدوش شكرا مع هذا المريض. شكرا.